أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في قناة مشاهير لأحدث أخبار الفن والفنانين. الفنانة ديما بيع تكشف عن عمرها الحقيقي والمرض المزمن الذي أصاب ابنها الأكبر ورد. النجمة السورية ديما بياع منذ أيام، وتحديدا في 3 ديسمبر الماضي بعيد ميلادها، ولم تجد الفنانة حرجا في الكشف عن عمرها الحقيقي علنا على الشاشة. ديما أوضحت أنها أكملت عامها 41، مشددة على أنها لا تنزعج من الحديث بصراحة عن عمرها، لافتة إلى أنها فخورة بكل تجارب حياتها. وقالت كل سنة من عمري هي سنة حلوة مليئة بالفرح والحزن والألم، لماذا أمحي كل هذه الخبرات أو ما أقول عمري؟ ديما للعام الجديد ارتبطت بمرض ابنها ورد الذي كشفته لأول مرة خلال استضافتها مع الإعلامي مصطفى الأغا في برنامج صدى الملاعب. قالت إنه يعاني من وعكة صحية منذ فترة حتى تم تشخيص إصابته ببلازمة كرون، وهو مرض مزمن يصيب الأمعاء. الفنانة السورية ديما بياعة صورة تجمعها بزوجها المغربي أحمد الحلو وابنيها ورد وفهد من طليقها الفنان السوري تيم حسن عبر حسابها في إنستغرام. وكتبت الفنانة ديما بياعة معلقة على الصورة: العائلة المكان الذي تبدأ من عنده الحياة ولا ينتهي الحب عنده أبدا. الابن الأكبر لديما بياع من طليقها الفنان تيم حسن الأنظار في هذه الصورة، حيث ظهر مختلفا بعدما فقد الكثير من وزنه ودخل في مرحلة المراهقة. وتفاعل جمهور ديما بياع مع الصورة إذ رأى بعضهم أن ورد بدأ يشبه والده كثيرا، وكلما كبر يصبح أكثر شبها له. في حين هاجم عدد من الجمهور الفنان تيم حسن لتركه ابنيه مع رجل غريب وعدم وجوده معهما في هذه المناسبة. ومن المعروف أن ورد وفهد حسن يعيشان مع والدتهما ديما بياعة وزوجها أحمد الحلو بعد طلاقها من والدهما الممثل تيم حسن. وكانت ديما بياع قد قالت في مقابلة معها إنه عند طلاقها من الفنان تيم حسن كان عمر ابنها الصغير فهيد سنتان،
والكبير ورد 4 سنوات. وأنها كرست كل وقتها لهما، مضيفة إلى أن الرجل لم يكن في تلك المرحلة في حياتها، لأن كل ما كان يهمها هو استقرار ولديها. يشار إلى أن الطلاق حصل بين الفنانة ديما بيعة وتيم حسن عام 2012، ولكنها ما لبثت أن تزوجت من المخرج المغربي أحمد الحلو، ولكنها لم تنجب منه حتى الآن. أجابت خلال لقائها ببرنامج صدى الملاعب عن سؤال النجوم الذين تعتبرهم الأهم والأكثر شهرة من جيلها، فقالت: أعتبر كل فنانة من جيلي مهمة. بداية من ديما قندلفت وسلافة معمار، كاريس بشار، سلافة، وخرجي نادين تحسين بيك. أما النجوم الأبرز فهم قصي خولي وباسم ياخور وقيس الشيخ نجيب، متجاهلة طليقه النجم البارز ديم حسن. وأضافت الفنانة ديما بيع: أهم الأحلام التي لم أحققها حتى الآن هي حلم التواجد في هوليود، وأن أشتري منزلا في المغرب بين الجبال والبحر. وجهت الفنانة ديما بيع رسالة إلى والدتها مها المصري، فقالت: الله يخليك لي وأحبك كثيرا، وأتمنى أن أقدم لك كل ما تتمنيه. الفنانة ديما بيع لم تشارك خلال الفترة الماضية في أعمال درامية، حيث كان آخر عمل شاركت فيه مسلسل سلاسل ذهب. الفنانة السورية ديما بيع تنتمي لأسرة فنية عريقة، فوالدتها الممثلة مها المصري ووالدها مدير التصوير حازم بيع. But you cut me down. It's wrong. I can't be crying. I love the bad below you so much. But this is the last time. It's wrong. I can't be crying. Slipping off in the moonlight when I know. وخالتها الممثلة سلمى المصري. أما جدها فهو عازف العود الشهير عمر نقشبندي، وبالتالي ترعرعت ونشأت وسط عائلة فنية متعددة المواهب. يوم 3 ديسمبر عام 1978 في مدينة دمشق، وحازت على بكالوريوس أدب إنجليزي. وانطلقت في بدايتها الفنية مع والدتها من خلال مسلسل الكواسر عام 1998، وشاركت بعدها في عشرات الأعمال بالدراما التلفزيونية. Silence fades into the night. Coyotes sing at the moonlight. These
These open highways are calling our name.